السلام عليكم. اليوم نروح للملعب عنابة، يعني أيام قبل بداية الشان، ويعني نشاهد أنه فيه انتهاء الأشغال كلية 100%، وهنيئا يعني للشباب نتاع ناس عنابة، وكذلك هنيئا للشعب الجزائري، وتحياتنا الحارة واعترافنا لشركة باتي ميطال اللي كملت الأشغال في وقتها رغم الضغوطات ورغم الوقت القصير، إلا أنه كان فيه يعني تعهدات من الدولة الجزائرية بإتمام الأشغال، وحقيقة وضعت كل الوسائل وكل الشركات المناولة اللي كانت يعني تجتهد ليلة نهار. وتابعنا، أنا تابعت شخصيا كل تطورات الأشغال بهذا المركب، والآن أصبح لدينا مركب رائع بعنابة. نتمنى المحافظة عليه، وإن شاء الله بعد الشان هذا يكون فيه تغطية للملعب. هذا أمر ملح ونلح عليه، وسوف نتابعه إن شاء الله في الأشهر القادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.